توجه انتقادات من موقع المحب يا انت بتقول احنا كنا نتمنى انه مارتن يول مع محمود طاهر. مارتن يول بقاله كم شهر يا استاذ عصام؟ نعم. مارتن يول بقاله كم شهر؟ لا، مارتن يول تجربة اجهضت بدري، لان مارتن يول ما ينفعش يشتغل وهو ناقص العدة. حضرتك صور لنا العدة اللي كانت معاه في هولندا، وبعدين تعالى قول لنا هو موجود في مصر ولا لا. ارد بعد اذنك، يعني زي دي زي برضه ال 200 مليون وال 400 مليون، ما هو كان اولى انه ده يستكمل ويبقى ده النادي الاهلي. نسمع عنده طيارة خاصة وعنده كذا. نسمع يا استاذ عصام. عليك بقى، انا كده كان لازم البس واجي البرنامج الحقيقه، انما تنور، اديتوني فرصه اتكلم. الله يفضل. اتفضل يا باشمهندس. انما اللي انا عايز اقوله، مارتن يول يوم ما جه واتفقت معاه على انه يجي، قال لي انا يهمني مدرب الاحمال وهو يعمل كمساعد معاه. مدرب الاحمال ده رقم 4 في اوروبا في الاحمال. قال لي انا مش عايز اجي وامشي وتمشي معايا كل حاجه. يا استاذ عصام، احنا لم يكن عندنا فايل للاعب، وانا هقول بقى كلام دلوقتي ما ينفعش يتقال، انما لازم انتوا تبقوا فاهمينه عشان تبقوا عارفين. احنا عندنا فريق النادي الاهلي باكمله عنده حاجه اسمها لاكتوز انتولرنت. احنا الراجل ده طلب تحليل، الراجل ده مقدم مشروع لنهضه كانت تعمل نهضه في الكره المصريه، مش في كره النادي الاهلي بس. الراجل ده كان بينشئ إدارة سكاوتينج، مفيش حاجة في مصر اسمها سكاوتينج، كان بينشئ إدارة تغذية، كان بينشئ إدارة تأهيل وإعداد بدني اللي هي الأوستيوبات مش الفيزيوثيرابي، كان بينشئ إدارة فيزيوثيرابي، وقال لي أنا عايز أعلم مصريين، هات لي مصريين. أنا جيت ما لقيتش فايل للعيب. أي مدرب بيجي وبيمشي بياخد معاه كل حاجته، ما تعلموا المصريين اللي عندكم. هذا هو فكر مارتن يول. ولهذا الكلام احنا الراجل قعد 5 طب خليه سر ليه؟ مش فيها باش مهندس ليه؟ في 20 اداري قاعدين في قعد 5 الراجل ده قعد 5 20 اداري موجودين يا باش مهندس. ما هو ما شغلتهم دي الفايلات والسي فيهات بتاع اللعيبه والمباريات وعدد الماتشات. الحقيقه بعيدا. طب نسمع عشان يعلق على نقطه. انتوا عايزين تسمعوا الكلام. انا برد بقى على عصام شلتوت دلوقتي في قصه مارتن يول، ويجي بالعده بتاعته وندفع له نص مليون دولار في الشهر. طبعا هاجم ان احنا بندفع له نص مليون دولار. لا طبعا، لا ما هو انت ما توديناش مره ان انت راجل يعني مستثمر كبير ومحب وعاشق، وتودينا مره انك هتزعل. ده انت راجل مستثمر عارف ان بكره القرش ده يجيب. انا ما شفتش مارتن يول بيخلي واحد يشوط 10 كور مثلا فاولات، لما واحد بينط يلعب هيدز. لما انا مستثمر وبعمل فارق ايجابي لصالح النادي ب 7.3 مليون يورو في 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 5 صفقات جبتهم ومغطي عقودهم لمده سنتين، هل انت تعلم هذا الكلام؟ ان انا بالفرق ده انا مغطي بعد يعني 7.3 مليون ناتج صافي بعد ما غطي عقود كل الصفقات اللي جبتها لمده سنتين. 7.3 و7 يا باشمهندس. ولو جونيور اجاي ده اتباع بعد كده ب 10 مليون يورو، انا خلافي مع مارتن يول انه كان عايز يبيع رمضان صبحي ب 10 مليون يورو، انما رمضان صبحي كان لا يصلح لانه يقعد في النادي الاهلي، لان الولد كان خلاص ده ولد صغير وابتدى يدعي الاصابه وكان هيفسد. انا قلبي وما اقدرش اقف في مستقبله برضه. ودي رقم فيه كويس. لا، رمضان صبحي كان بدا يدعي الاصابه. ايوه ده حصل، والتمرد ما رضاش يلعب ماتشين. كانت الولد ابتدى دماغه هو وله كل الحق في ذلك، وانا التمسه العذر. ده راجل رايح يلعب في البريمير ليج، في اول لعيب مصري يطلع من طبعا وهي كمان مصلحه مصر تقتضي انه يحترف يوم لعب للبريمير ليج. المصلحه الوطنيه طبعا. لو كنت قعدت رمضان صبحي غصب عنه كان لا هيديني، وكنا هنهاجم على انه مصلحه مصر. طيب عندي سؤال.